كلمنا عن المسرحيه، يعني عاملين ايه مختلف؟ عوده للمسرح الغنائي مره اخرى، بقالنا سنين ما شفناش مسرح غنائي، فعاملين لنا ايه؟ هو يعني للاسف الشديد في نوعيه انتشرت قوي في المسرح اللي بيسموه غنائي، اللي هو اغاني ملزوقه في مسرحيه. احنا لاول مره بنقدم عرض مصاغ كله شعرا و80% منه غنى. امين حداد، امين حداد عامل الصياغه الشعريه، وملحن شاب اسمه احمد شعتوت عامل اغاني حلو قوي، عامل غنى ده شاب موهوب جديد. انا اشتغلت معاه قبل كده كذا مره، والاستاذ عصام اشتغل معاه قبل كده برضه. فيعني الحمد لله جت كتيب، يعني ملحن وموزع كمان. ما شاء الله، وبيانيست شاطر جدا وموسيقي يعني كبير رائع. فالحقيقه التجربه جديده، ده طبعا منتشر في اوروبا جدا، مسرح بيسموه الروك اوبرا، الاوبرا الشعبيه. اللي هي الاوبرا اللي ليها الحان، يعني مش الالحان بتاعه الاوبرا الكلاسيك اللي احنا عارفينها، انما ليها الحان شعبيه. احنا بنحاول نقدم هذا النوع في مصر، وللاسف الشديد يعني المشروع كان المفروض من سنه يتعمل، لكن حصل كله الاستاذ علي، كل الكاست بيغني، كل الكاست جميل، يعني هتخلوا الجمهور يطلع وهو بيدندن ومبسوط. ان شاء الله غنى يعني، ان شاء الله. وطب طلعت مش روميو وجولييت، يعني مش رومانسيه، ومش هنوصل لنفس النتيجه ولا ايه بالظبط؟ هي الحدوته كلها ببساطه، يعني مدرسه ثانوي بتعمل مسرحيه روميو وجولييت. فطلعت مش روميو وجولييت، فطلعت مش روميو وجولييت. بس على فكره العنوان حلو، يعني عارف ان انتوا لسه بتفكروا، بس العنوان مفاجئ كده، وفي حاجه مختلفه يعني. فهنشوف ان شاء الله. متوقع عرض امتى؟ ايه اللي مأخركم؟ انتوا عملتوا بروفات كتير وجاهزين. اللي مأخرنا بس في ظروف خاصه بالمسرح القومي، ويعني في حاجات كده ده لها علاقه بالميزانيات؟ لا، مش ليها علاقه بالميزانيات نفسها. هي للاسف الشديد في حاجه كده، وزاره الماليه عامله نوع من انواع العقود الجديده. ايوه، هذه العقود للاسف الشديد تصلح لاي حاجه غير الفن، والمفروض تطبق على وزاره الثقافه. العقود دي بتنص مثلا الاستاذ علي الحجار جاي يتعاقد مع وزاره الثقافه عشان يعمل عمل، فلازم العمل اللي يعمله يبقى متوافق مع كراسه الشروط. اللي هي ما اعرفش ازاي كراسه شروط في فن. ما زدتش عن 6 أدوار في البنى. ايوه، العقد يمشي مع كده. مع مشروع يعني مثلا هتبني فندق او عندك حدود ارتفاعات وبتاع، يعني ايه كراسه الشروط في ابداع يعني. وانه وبعدين انا عارف مين اللي جاي، عصام السيد وعلي الحجار هيقدموا ايه يعني. لا، الارخص حضرتك. مناقصه، مين ارخص؟ مين ارخص ياخدوه؟ دي الحاجه الثالثه، انه الفنان يدفع او المتعاقد، يعني هو مش كاتبين الفنان، المتعاقد يدفع 5% تبقى يعني تأمين. لحسن نسلم حاجه من كراسي المسرح كده، ما حدش لا نسلم يعني. الفن بتاعه بايظ لو مثل وحش شويه في المشهد ثلاثه مثلا، او حاجه حمضانه كده في التمثيل. لا، صوتك ما كانش رايق في اليوم ده. وانت فاهم انك هتاخد ال5%، مش هتاخد لا، وال5% ما يستردهمش الا بعد انتهاء العمليه، يعني لو قعدنا نعرض سنه ما يستردش 5% غير بعد سنه، بعد ما يخلص التعاقد تماما ويطمنوا اسلمهم بضاعه سليمه. فطبعا ده معطل، ما هو ده بيعطل، لان في النهايه انا بقضي على المسرح يعني بكده. طب وانا يجي لي وجع قلب ايه؟ ده انا عامل لي حفله في السنه، انا هاخد منه ايه؟ مش هاخد حاجه. لا، وفعلا احنا الفلوس اللي بناخدها من مسرح الدوله، انا عارف فلوس مش كبيره، فلوس ما تغطيش ربع ساعه حفله يعني. لا، وكلنا بنوافق لانه ده مسرح الدوله.